بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة المخصصة لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب يالي ريكومبروند. لازلنا مع هاد الأصوات أغ أل أف. طبعا كنا قد انتهينا هاد المقاطع اللفظية ثم هاد الكلمات. إذن كما رأينا عندنا أغ لا فلوغ، أل توسل، أف نوف نوف، جي بور جي بور. أولا عندنا أغ أغ. La fleur. ثم أل أل. ثم توسل توسل. ثم أف أف.
ثم 9. J'ai peur. J'ai peur. ثم نكمل مع هذه الصور والكلمات. إذن نو برونون سيز ايماج اي سي مو. نو برونون تو دابور لا بروميير ايماج اي نو بوزون لا كيستيون كيسكو سي. كيسكو سي كومبيا دو كيلومتر. إذن كم من كيلومتر؟ اون 39 كيلومتر. إذن عندنا 39 كيلومترا. Nous passons à la deuxième image et nous posons la question suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le bœuf. C'est le bœuf. C'est le bœuf. Il donne que le mentor. C'est le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. C'est le mâle de la vache. C'est le mâle de la vache. إذا نتكلم عن ذكر البقرة. Nous passons à la troisième image et nous posons la question qui est-ce. Et nous posons la question suivante qui est-ce. Qui est-ce. نأخذ الصورة الثالثة ونطرح السؤال من يكون. Qui est-ce. Nous posons la question suivante qui est-ce. إذا نطرح السؤال التالي من يكون. Qui est-ce. C'est le faucheur. كمان نتكلم عن حصاد. إذا نتكلم عن شخص يقطع العشب أو يقطع الحنطة إلى غير ذلك. كمان نقول حصاد. Nous passons à la quatrième image et nous posons la question suivante. Qu'est-ce que c'est? C'est le tracteur. C'est le tracteur. كمان نقول تراكتور. إذا نتكلم عن الجرار. Le tracteur. Le tracteur. Que représente l'image suivante? ماذا تمثل الصورة التالية؟ L'image suivante représente un œuf sur le plat. Un œuf sur فوق le plat. فوق المقلاة. بيضة فوق المقلاة. المقصود أنها في المقلاة. النوف sur le plat. Nous passons à l'image suivante et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, comme nous le voyons, on n'a pas posé la question qui est-ce. On n'a pas posé la question qui est-ce. Et donc, nous avons notre سؤال من يكون. On a posé la question. Qu'est-ce que c'est? Et donc, طرحنا السؤال ما هذا. C'est le costume neuf. إذا نتكلم عن لباس متناسق. يسمى le costume. Le costume
نوف. إذا نتكلم عن كوستيم جديد، إذا نتكلم عن لباس متناسق أو متشابه إلى غير ذلك، إذا يسمى كوستيم نوف جديد. بوغ لي مار سويفونت، بالنسبة للصورة الموالية، نو بوزو لا كيستيون كياس، نو بوزو لا كيستيون كياس، نطرح السؤال من يكون؟ ألوغ لا سيت ان شاسور، إذا نتكلم عن صياد. C'est un chasseur. Sayad. Et enfin, on a la dernière image. Que représente-t-elle? Et dans une dernière histoire, l'akhira, l'adatoumatil. Qui est-ce? Maniakoum. C'est le facteur. C'est le facteur. Et dans une dernière histoire, c'est Al-Berit. Le facteur. Le facteur. Ensuite, nous passons à ce paragraphe. Comme nous le voyons, on a comme titre, et dans une dernière une promenade au port. Une promenade au port. Et dans notre clé, nous avons fi, au port, filmina. Et dans notre clé, nous avons filmina. Le port le مقصود به الميناء. Une promenade. نتكلم احيانا عن le verbe se promener. نتكلم عن le verbe se promener. اذا نتكلم عن تنزه. اذا une promenade. Au port. نتكلم عن نزهه في الميناء. Le port. Le port. Le port. اذا نتكلم عن voilà c'est le port. هذا ميناء الذي تقف بجانبه السفن لو بور ثم لا مير لا مير فوالا سي لا مير اذا عندنا البحر لا مير لو باتو كوم نو فويون اون ا دي باتو اذا نتكلم عن بواخر او قوارب الى غير ذلك لو باتو ونسويت هنا لا كاس لا كاس La caisse. La caisse. كما تلاحظوا عندنا دوز اس. لحقاش هنا عندنا اي وهنا عندنا او. إلا خلينا غير اس وحده غنقراوها لا كاز. إذن حتى لا تنطق هاد اس كزاد أضفنا اس. أننا ضاعفنا هاد اس. إذن لا كاس. إذن طبعا لا كاس مقصود بها الصندوق. أو نتكلم عن صندوق نقود. لا كاس ممكن تعني الصندوق ممكن ايضا تعني صندوق النقود قابضة ديال النقود تسمى ايضا لا كاس وايضا هنا ان هاد لا كاس تعني هاد الصناديق اذا نتكلم على لا كاس لا كاس هنا عندنا اون غيون اذا ضاحكا مثلا جو بارل اون غيون انا اتكلم ضاحكا جو بارل اون غيون انا اتكلم ضاحكا تي بارل اون غيون انت تتكلم ضاحكا او انت تتكلمين ضاحكة مثلا جو مارش اون غيون انا اسير ضاحكا اذا تبقى هكذا اون غيون ضاحكا اذا عندنا اولا روني اي سا سور سون تالي او بور روني اي سا سور sont allés au port. René et sa sœur sont allés au port. René wa ukhtahu et sa sœur. Et sa sœur. René wa ukhtahu. René et sa sœur. René wa ukhtahu sont allés. Annahum dhahabu au port. إلى الميناء ثم أمتا دو بونور ذات صباح طبعا عندنا هنا أمتا صباح ولكن المقصود بها ذات صباح أو في صباح أمتا دو بونور طبعا لو بونور كما نقول ساعة جميلة ساعة جميلة عادة يقصد بها في اللغة الفرنسية الصباح بكرا دو بونور Pour voir les pêcheurs.
من أجل النظر أو من أجل رؤية les pêcheurs. Les pêcheurs. Voilà, ce sont des pêcheurs. Alors là, on a René et sa sœur qui sont allés au port. Pour quelle raison? Pour voir les pêcheurs. إذن روني وأخته أنهما ذهبا إلى الميناء من أجل أي هدف؟ Pour voir les pêcheurs. Les pêcheurs. من أجل رؤية الصيادين. Il est 6 heures. إنها السادسة. Il est 6 heures. إنها الساعة السادسة. La mer a une jolie couleur bleue. إذن البحر عنده لون جميل أزرق. إذن كما قلنا روني et sa sœur sont allés au port un matin de bonne heure pour voir les pêcheurs. Pour voir les pêcheurs. إذن روني وأخته أنهما ذهبا إلى الميناء ذات صباح باكرا لكي ينظروا les pêcheurs. Qui est dans le Siyadin. Et dans nos rites, René et sa sœur sont allés au port un matin de bonne heure pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures. La mer a une jolie couleur. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. Les pêcheurs sont déjà là. On voit ces trois. Eden, As-Sayyadun, Hum min qabl huna. As-Sayyadun, Hum min qabl, déjà, yani min qabl, là, huna. Huna fil mina. عندما ذهب غوني وأخته إلى الميناء باكرا وجدوا الصيادين هناك. Les pêcheurs sont déjà là. الصيادون هم من قبل هنا المقصود بأنهم وجدوهم هناك يعني أنهم أتوا قبلهم رغم أن غوني وأخته ذهب باكرا ثم عندنا on voit ces trois. ما معنى on voit ces trois؟ ها هم منهم ثلاثة هاد أن تتعني منهم من الصيادين المقصود هنا voici trois pêcheurs. إذن حتى لا نعيد كلمة pêcheur. إذن on voici trois. On voici trois. هم ثلاثة منهم. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. Met des caisses dans le bateau. إذن نتكلم عن صياد أنه يضع الصنادق في القارب. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. René le regarde. Et un René Andoro. René regarde le pêcheur. Le pêcheur. René Andor a Sayed. René le regarde. René Andoro. Andor a Sayed. Le pêcheur lui dit. Le pêcheur lui dit. Sayed Kaleleo. Lui dit. عندنا هنا الفيرب دير لو بيشور لوي دي إذن الصياد يقول له veux-tu venir avec moi René veux-tu هل أنت تريد طبعا عندنا هنا الفيرب vouloir نقول je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent إذن veux-tu tu veux أنت تريد veux-tu هل أنت تريد Veux-tu, هل أنت تريد, venir avec moi. المجيء معي. تأتي معي. Avec moi. مع أنا. مع أنا. معي. Veux-tu, venir avec moi. غني, هل أنت تريد المجيء معي. يا غني. Oh non. Oh non. آهين. لا. لا المقصود أنني لا أريد غيبون غني يجيب غني غيبون غني طبعا عندنا هنا لو فيرب غيبوندر
لو فيرب ريبوندر، هذا فعل أجابة، ومنها كلمة لا ريبونس، الإجابة، لا ريبونس. أحيانا نطرح السؤال كالي لا ريبونس، ما هو الجواب؟ إذا نتكلم على لا كيستيون، السؤال، لا ريبونس، لا ريبونس، الجواب. هنا عندنا لو فيرب ريبوندر، أو نو، أهين لا، ريبون روني، يجيب روني. J'aurais trop peur. Le verbe avoir مصرف في الكونديسيونال بريزون. ليقول بذلك ربما يكون عندي الكثير من الخوف. يعني أنا سأخاف. يعني من فضلك أنا سأخاف. J'aurais trop peur. طبعا نتكلم على الكونديسيونال بريزون. أنه يستعمل للاحترام. أنه يستعمل أيضا للشك إلى غير ذلك. إذا صرفنا هاد avoir au conditionnel présent للدلالة على الأمر. J'aurais trop peur et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. Et tu aurais mal au cœur et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. يجيب روني لا آه لا répond روني j'aurais trop peur سأخاف كثيرا، سيكون عندي الكثير من الخوف. ثم يكمل الصياد الكلام قائلا et tu aurais mal au cœur، وأيضا أنت سيكون عندك السوء في القلب، قلبك سيؤلمك أو أن قلبك سيوجعك. بمعنى آخر، عندما يدخل الشخص أول مرة للبحر فهو يصاب بدوار وقد يتقيأ، إذن طبعا سيحس وكأن قلبه يؤلمه. لذلك قال له الصياد هنا اتي اوغي مال او كور، ويكون عندك سوء في القلب. سور لا مير فوق البحر، المقصود عندما تدخل إلى البحر. دي لو بيشور اون ريون، يقول الصياد ضاحكا. دي لو بيشور اون ريون. لو باتو سور دي بور لونتمون. لو باتو سور، اذا نتكلم على القارب، فوالا سو سون دي باتو. سور انه يخرج سور يخرج. طبعا عندنا هنا لو فيرب سورتير، سورتير عندنا فعل خرج، القارب يخرج الآن. عندنا لو فيغ سورتير أو بريزون، لو باتو سور، إذن القارب يخرج دي بور، مينا، لو بور مينا الميناء. إذن القارب يخرج من الميناء لونتمون ببطء. نقول عن شيء بأنه لون، بأنه بطيء، لونت أنها بطيئة. إذن لونتمون ببطء. إذن طبعا القارب عندما يريد الخروج من الميناء فهو يخرج ببطء لأنه في بداية الإقلاع وحتى لا يصطدم بشيء آخر. إذن هو يخرج ببطء. Les pêcheurs s'en vont. Les pêcheurs s'en vont. Le verbe s'en aller مقصود أنه ترك المكان وذهب في اتجاه معين. إذا نتكلم على لو فيرب سون علي، إذا لي بيشور سون فون، إذا الصيادون ذهبوا في حالهم كما نقول. إيل غيستخون نوف جور سيغ لو، إيل غيستخون، طبعا نتكلم هنا على لو فيرب غيستي فعل بقية، إيل غيستخون هم سيبقون نوف جور تسعة أيام، سيغ لو على الماء. المقصود أنهم سيبقون داخل الماء تسعة أيام. Au revoir leur cri غني. Au revoir leur cri غني. إذن مع السلامة يصرخ لهم غني. ينادي عليهم صارخا. Le verbe crier. On a le verbe crier. Leur cri غني. يصرخ لهم غني. إذن
صرخ غونيق إلى اللوم أو غوفوار، مع السلامة. إذن كما قلنا الآن، غوني إي سا سور سون تالي أو بور أن ماتان دو بونور بور فوار لي بيشور إلي 6 أور. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. En voici 3. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. René le regarde. Le pêcheur lui dit, veux-tu venir avec moi, René? Veux-tu venir avec moi, René? Oh non, répond René. J'aurais trop peur. Et tu aurais mal au cœur. Sur la mer, dit le pêcheur en riant. Le bateau sort du port lentement. Les pêcheurs s'en vont. Ils resteront 9 jours sur l'eau. Au revoir, leur crie René. Tumaindana, jeu de lecture silencieuse. Jeu de lecture silencieuse. Lu'bat al-qira'a samita. Dessine vite sur ton ardoise. Dessine vite sur ton ardoise. Dessine. طبعا نتكلم هنا على الverb dessiner. فعل رسم. ولكن هنا عندنا الأمر. Dessine. ارسم. Vite. بسرعة. Sur ton ardoise. على لوحتك. فوق لوحتك. ما هو المطلوب منا؟ أن نرسم بسرعة على اللوحة. أولا. Premièrement, le petit âne gris sur le chemin de la gare. Le petit âne gris sur le chemin de la gare. Sur le chemin de la gare. Ça narsum awalan al-himar sagir al-ramadi sur le chemin de la gare ala tariq al-mahatta. Wa huwa dahib, wa huwa dahib fi tariqihi ila al-mahatta. Idan alayna an-narsum. Idan al-matlub huna هو رسم الحمار الرمادي الصغير وهو يمشي على الطريق في اتجاه المحطة. دوزيامون تانيين لو بوتي لابان بلون دو مينا اي اون كاروت. لو بوتي لابان بلون دو مينا اي اون كاروت. إذا سنرسم أيضا أرنب صغير أبيض يعود لمينا لمينا اي اون كاروت ثم جزرة. ثالثا ثلاثة بوسا جون سنرسم 3 فراخ بلون اصفر. المطلوب هنا رسم 3 فراخ بلون اصفر. كاتريامون اون جيراف ديزو افيك سون غران كو. Une girafe du zoo avec son grand cou. Avec son grand cou. Et dans le matelot, on a rassem zarafa. Rassem zarafa t'hadiqat haywan. Avec son grand cou. Ma'a bi, comme on a dit, bi unuqia t'awil. Bi unuqia t'awil. Al-kabir indena ona. Maksoud, bi unuqia al-kabir. مقصود هنا بعنقها الطويل. ثم عندنا جو دي كولور لعبة الألوان. لا فوال دي باتو دو غيمي. لا فوال دي باتو دو غيمي. لا فوال نتكلم عن الشراع. أحيانا نقصد به الفولار غطاء رأس المرأة. إذن عندنا لا فوال. فوالا On a des voiles. La voile du bateau. Et de notre clément chéra al-qarab ou chéra al-safina. De rimi. Et de chéra safinat ou chéra al-qarab rimi. Et kifawa blanche, verte, orange. Elle houa blanche, Voilà, c'est la couleur blanche. Ou bien verte. La couleur ici est verte, ou bien on parle ici de la couleur verte. Est-ce que cette voile est verte ou bien orange ou en alimonia?
إذا نتكلم عن شراء أبيض، شراء أخضر، شراء ليموني. إذا كيف هو شراء سفينة غيمي؟ هل هو أبيض أو أخضر أو ليموني؟ إذا أترككم مع هذه الأسئلة ونستأنف في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.